مؤسسة نهر الأردن الغير ربحية هي أحد برامج التنمية البشرية والتي تأسست عام 1995 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبد الله. المؤسسة تقوم على برنامجين، برنامج تمكين المجتمعات اللي هو بيصب على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وفي عندنا البرنامج الثاني اللي هو برنامج حماية الطفل من الإساءة. إذا بدنا نركز على البرنامج الأول اللي هو تمكين المجتمعات اللي هو بتعلق بالشوروم والمشاريع الحرفي اليدوية، فإحنا هون ركزنا فيها على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من حيث إنه الست وهي في بيتها قاعدة عم تشتغل، عم توصلها الرو ماتيريال والتصاميم والتدريب، بتشتغل وإحنا بندفع لها حق القطع اللي بتشتغل لنا إياها، وبنعمل هون عنا سيلز وماركتينج، سواء فهي الست تحصل على تعبها سواء باعت القطعة أم لم تباع. رؤية المؤسسة في تمكين أفراد المجتمع الفقير بالشراكة مع الجهات المعنية المتمثلة بالمرأة والأطفال والشباب، ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة تتلائم مع احتياجاتهم، وتحقيق تنمية الوعي الثقافي والاقتصادي في القرى والمجتمعات النامية. في عنا ثلاث مشاريع حرف يدوية احنا بنشتغل معها. المشروع الأول اللي هو موجود في جبل النظيف بنسميه مركز الكرمة، جميع التصاميم المطرزات اللي احنا هون عم بنشوفها هي من شغل الستات، فاحنا اللي بنساعدهم فيه انه بس بنطورهم وبنطور الحرفة معهم. المركز الثاني اللي هو موجود في مادبة 12 قرية بتشتغل مع بعض، كل قرية مختصة في جزء من السجادة، لحد ما نوصل بالآخر للمنتج النهائي اللي هو السجادة اللي برضو كمان إحنا هون بنعملها تسويق ومبيعات عندنا بصالة العرض. مركز الثالث اللي هو موجود بالغور، منطقة الغور هي منطقة مشهورة كتير بورق الموز، كانوا بالزمان يجمعوا ورق الموز ويحرقوه، وهلأ صرنا إحنا عم نشتري ورق الموز من المزارعين، والستات بيعملوا ريسايكلينج وبينتجوا منه سلات بتنفع لرمضان، بتنفع للشركات. الهدف من هذا المشروع يساهم في رفع المستوى المعيشي للفرد وتعزيز قدرة المجتمعات الأقل حظاً من خلال توفير فرص اقتصادية وتحسين مستوى المعيش فيها، ليندحر مستوى الفقر ويذوب بين طيات المجتمع. هذا المكان أحد برامج التنمية البشرية، ويحتضن كل من يمتلك حرفة يدوية، كما يقدم الدعم الكامل للأسرة والطفل ويمنعهم من خطر الضياع. لبرنامج صباح العراقية، محمد العبدلي، عمان.